عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم. احنا اليوم غادي نتكلموا على صحافي اللي نعرفوه وين هو للأول للعام اللي فات باك تعقلوا ليها، وين قال لهم باللي هو مقرب جدا فانيك من المحرز، ودار بزاف الانترفيو، دار بزاف مع نجوم كرة القدم، مع كريستيانو، مع ميسي، مع بالصور كيما يقول لك بالصورة والصوت. وهو سعيد فلاق اللي نعرفوا مالي الفيرما وين داروا كلش باش يوسخوه قدام الشعب، وين داروا ديك لافير تاع تحلبت وحصلوها فيه والناس تعاير فيه. هو خاطر، هو ما كاش كاع في باك، ما كاش فهم. والنهار اللي كشف لي باج لي تهموه ولاو يحزروا فيه ولاو يبكوا كي نسى، انا على بالي بها، انا ما يهدرش معايا ولا نهدر معاه، انا نتبع كيما هكا وصحيح نعرف وين هو. النهار اللي قال لهم بلي محرز ما غاديش يديها كواليس، هذيك فما قاسها على مول الفيرما، روح اجري بركه ما راقد في بلاصتك انت، دروك ما عاونتش ما تعاون ما توقف مع الناس. هما غاضتهم كيفاش قال كيما هكا بشهرين قبل هدر ذي الهدره. ارجع حنايا ندبروا له سبه ونكرهوا مع الشعب، وصورتو ذاك دوبارمان، ذاك دوبارمان ينقذوه بانيك يقيسوا الوعظم يقعد ينبح على الغاشي. على ذيك نقولوا اليوم السعيد سعيد فلاق وين عطى معلومات هو فانيك. شتى انا الناس قالوا له بلي تما صايفي يكذب، على صايفي عمر الحق، ولا على صايفي عمر الحق، ها صايفي انسان كيفك كيفي وصايف قادر يجيبها في الصواب، قادر يخطا ماشي يكذب، قادر يجيبها في الصواب قادر يخطا، ما يكذبش، ما نقولوش بلي يكذب. سعيد هذا في الله كي راه يهدر كيما هكا، فانيك قادر يجيبها في الصواب قادر يخطا، بصح دي فوا إعلامي كيكون محترف، هذو ناس هذا قارئ إعلامي كي يهدر، راه يهدر على كرة القدم ويهدر على محرز، راه مقرب فانيك من المحرز. روحوا ادخلوا عنده في الفيسبوك تاعه تشوفوا كيفاش دير سعيد في الأكبر، تشوف التصاوير اللي عنده مع ميسي، مع محرز، مع غولام، مع كريستيانو، مع عنده بزاف، عنده شلة تاع لاعبين نجوم في المنتخب الوطني الجزائري وفي اوروبا نجوم، داير معاه بالانترفيو. ما نحقروش كاع الصحافه، انا ديفوا نقول الصحافه كاع كي والو، بصح يسمحوا لنا ناس اللي عندهم مبادئ، هذا يخدم في لاطروا، راه يخدم في لاطروا، كان في الهداف بعد راح لاطروا، وراح وكي كان في الهداف وراح لاطروا، يعني صراو ما بغاوش يوقفوا معاه، ما بغاوش يهضروا الحقيقه نهار اللي حصلوا فيه. قاعد تحلبت خرج علينا مول الفيلم قال لهم سوف نكشف من هذا. انا عقل برناوي قال لهم غادي يخلص الثمن غالي، على فاه هما كلش مخدوم، داروا ديك الحمله غادي يخلصها غالي، وعاد يقول غادي سوف نكشف على بعض الايام نكشف، على فاس نساوي الشعب كشفوا، ولا قالوا لكم ولا شكون، هيا قالوا لكم شكون، قال لكم شكون هذا الصحفي اللي قال تحلبت، كوم شي مخدومه كلش مخدومه. انا قلت لكم كانت مخدومه النهار الاول، قلت لكم يا ودي هذه مخدومه، كانت عندي المعلومه مي كملت البارتيات تاع رايت الناس كانوا فما، قال لك يا ودي مخدومه، صحافيين كانوا فماك، تكلمت معاهم قال لك يا ودي كان مخدوم. حنا اليوم سعيد فلاق يعطي معلومات على محرز وانتقال ريال مدريد، نشوفوا كيفاش اتكلم. شويه قريب على رياض محرز، وتكلمت مع عندي قبل ما نجي للحصه، تكلمت مع واحد قريب ليه وين استغرب كثيرا من واش هو يقولوا عليه في الصحافه ولا حتى في المواقع التواصل الاجتماعي. رياض محرز نقولها لك اليوم انه راهو راضي جدا في مانشستر سيتي. احنا بالنا بلي راضي سعيد، احنا واش قلنا ما لازمش يرضى، لا ما لازمش يرضى هو راهو راضي مع المدرب تاعو، العلاقة راهي عادية وجيدة. نقولها لك، يبقى أنه رياض محرز
لي بروميير مو الى تشفا كنا نقول لك العام الاول كنت هنا في البلاطو نقول لك راح يلقاك صعوبات لانه غوارديولا معروف كيجيب لاعب جديد يكره له حياته بالعاميه يخليه في البون دو طون دو سان بريني وشفناها حتى مع لاعبين واحد اخرين ستيرلينغ درا ستيرلينغ درا بزاف نقول لك عاشرته شويه نعرف عقليته سي با جوور افورت بيرسوناليتي راني معاك اوني داكور طاير قلناها في البلاطو بالماضي كي عطا له شارك القائد كنت نظن انه شويه مغامره لانه محرسي كان كان كيام اتر ايفاسي حتى في العائله تاعو نقول لك مع الاقارب تاعو في المحيط تاعو الى ما اتر هذه سي سي دي كاركتير كاين اللي يحب يبين هو قائد الفريق كاين اللي يكون عامل سامبل تلقاه في تو لي دومين ماشي غير حتى في الرياضه مع الاي بي سي تي ايفيدامون كاين دي زافينيتي مع بعض هذه من مصدر مقرب من رياض محرز قال لك اللاعب راه راضي وحتى ولا يفكر اطلاقا في الرحيل في هذا الوقت وحتى في سيتي يوم يتكلوا عليه سور لافنير ما تظنوش انه سيتي راح يفرط فيه بسهوله واه شي 27 28 مازال عنده لافنير ابري يا سكون ابل بلوسموس انا جو بو نقدر نقول لك كمدرب غوارديولا اي سي كو دي بروين اي لي بلوس على مع ستيرلينغ نعرفه اناني في اللعب بصح ماشي غير مع محرز اناني في لعبه لكن حتى يا كلك سيمان دو سلا هذا المقرر من محرز بعث لي فيديو بين ستيرلينغ ومحرز بعد نهايه الحصه التدريبيه والفيديو خاص نقول لك بريفي وين يلعبوا بانور تقول كاع ماشي هما اللي يكونوا في التيرا صار اللي يلعبوا في كره القدم انا دو يا دو جوار وين دي فوا ما كاش لي زافينيتي هذه وني داكور مي باش تقول راهو كابيتان تاع ليكيب دالجيري علاش طالق روحو علاش كدا وعلاش كدا سي سون كاركتر كي كوم سا ماهوش لاعب اللي يروح او ديال ماهوش لاعب كي سلاس با فير سو تيرا كاين دو جوار كي ان شاء الله بربي احنا كيما يقول لك نتمناو كيما يقول لك رياض محرز الى راه اليز هو يعرف حنا شا قلنا نقولوا بلي رياض محرز ينجم يكون ينجم كيما نقولوا حنا ينجم خاطر كاين بزاف يقول لك قادر رياض الريال تديه ذراع يا ودي تديه ذراع انتم هذه راك حسب مرابي يستحي يدخلوا يديروا زازا ويدوها ويروحوا كاين اداره كاين ناس كاين اجراءات كاين بزاف صوالح حنا رانا نقولوا بلي يروح الريال بصح نقولوا ما نعرف ماشي 100% انا نقولوا ما نعرف يمكن يروح يمكن ما يروحش يمكن هو يقول لهم نكمل العام يعني كاين بزاف صوالح يمكن غوارديولا ما يخليش كاع يخرج يخدم معاه سورتو سنا محرز راه لاعب لي ماتش بزاف راه لاعب لي ماتش اسمع محرز احنا الشعب الجزائري والفناه يماركي باش نتفكروا بلي محرز يلعب محرز ما يماركيش تبنى بلي ما راش يلعب ماركا هذيك خطره ثلاثه بات لنا لعب ماركا بنت كونت ارسنال بات لنا لعب لي ماتش وخد اخرين كنت تقول لهاد الناس اللي يقول لك واو نو محرز تقول له يا ودي شعرا لاعب من الماتش ما على بالوش ما يعرفش على محرز لاعب من الماتش المهم راه يهدر اي حاكمه في الهضره قاعد يهدر تقول لهم شعرا ملاعبين الشامبيونه وشعرا لعبوا الشامبيونز ليغ وش تبقي لهم لي ماتش تاع لي كوب والله ما يعرفوها والله العظيم نقسم لكم بالله هذو اللي راهم يظلوا يتنابحوا عليه على محرز والله ما على بالهم وين راهي والله ما على بالو وين محطوطه يا ما كاش من هذه وانا هذا السعيد في اللاج فايق نعطي 50% نعطي الصايفي 50% يمكن السعيد في اللاج بين قص ذاك الضغط اللي داره صايفي وين تكلم في البي اسبور تترجم بالعربية بالانجلي بالاسبانيولية بالفرنسي بالجابونية تترجم تسمع توصل الهضرة تاع بلي ما راش اليز مع هذه وين قال لك بلي دار له مشكلة قال لك دار له مشكلة هذا الكلام اللي تكلمه على هذيك نقولوا يا ودي
حنايا بالك سعيد في الله طيح ذاك الغنانه هذيك ينجم عنده المعلومه باللي ما غاديش يروح، ويا ربي وربي داري وربي اللي عارف اش تاكي واش تغادي يصير. هذه هي صحيتو.